الخير واهلا بحضراتكم مشاهدي السفيره عزيزه ومتابعي قنوات دي ام سي. حلقه جديده من السفيره، حلقه خاصه مواكبه للي بيحصل في شرم الشيخ. شرم الشيخ المدينه يمكن الاكثر بحثا على محركات البحث المختلفه، اكثر كلمه بتتردد النهارده في كل وسائل الاعلام، كل مواقع الاخبار، العين كلها رايحة على شرم الشيخ، كله بيستعد لاستقبال قمة المناخ في نسختها 27، رؤية مستقبلية للحفاظ على المناخ بعد ما كل أجراس الخطر، كل الرايات الحمراء رفعت تحذيرا كل السنوات اللي فاتت دي بأن الأرض في خطر. القمة دي قيل عنها أنها مش قمة كلام ومشاورات ولكنها قمة تنفيذ. الأرض على موعد مع كارثة زي ما كل المتخصصين بيقولوا لنا، مش شعارات ولكنه فناء حقيقي لو استمر الحال على ما نحن عليه من يعني خلل لكل المنظومة الطبيعية على كوكب الأرض. المقصود بالموضوع ده ايه لو البعض مش بدراية فيه اكتر؟ انه هوانا، اكلنا، شربنا، كله مهدد. الارض حتى اللي احنا عايشين عليها وساكنين عليها مهددة لما بعض الاماكن هتغرق ومش هتكون موجودة، هتتمحي من على الخريطة. من هنا جت اهمية الدورة 27 اللي بتستضيفها مصر. كانت مصر اول بلد بتقدم تقرير مهم بيقول يا جماعة في كارثة بتهدد هذا الكوكب، كارثة مناخ، وتلف الأيام والسنين وتبقى الدورة 27 دورة الحسم هي اللي بتنطلق من شرم الشيخ من مصر مرة تانية. شرم الشيخ أو مؤتمر المناخ في شرم الشيخ هيعقد في الفترة من 6 ل 18 نوفمبر، واحدة من أهم القمم على مستوى العالم لأنها زي ما قلنا بتناقش مصير الكوكب وإنقاذه من التدهور ومن الانهيار. دعوة مهمة جدا جدا، وأنظار العالم يعني معلقة مش بس بالقادة اللي هيتكلموا بكرة وهيقولوا كلام مهم جدا له علاقة بقرارات، ولكن أيضا معلقة بكل أصحاب الأفكار اللي ممكن تغير الوضع المأساوي اللي احنا بنعيشه لوضع أفضل لإنقاذ البشرية. مؤتمر الأطراف بمدينة شرم الشيخ كوب 27 هيشهد مشاركة دولية من مختلف أنحاء العالم، هيشارك فيه أكثر من 120 من قادة الدول ممثلين عن 197 دولة. في حوالي 40,000 مشارك من كل أنحاء العالم، ده طبعا غير عشرات المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالملفات المختلفة دي، وأكثر من 3,000 إعلامي من كل أنحاء العالم بيتابعوا فعاليات القمة بكل اللغات. رسالة مؤتمر كوب 27 هتكون العمل على البعدين، البعد الإقليمي والبعد المحلي، لمحاولة رأب الصدع ده أو المشكلة الكبيرة اللي أصابت مناخ كوكبنا من خلال مبادرتين. المبادرة الأولى هي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة اللي تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللي هيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ. المبادرة الثانية هي المشروعات الخضراء الذكية اللي أطلقتها مصر، هيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموي والمناخي. النهاردة نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي تغريدة كانت هي إشارة البدء بانطلاق هذا المؤتمر المهم والفاصل. وجه رسالة للعالم وقال في تغريدته: بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ. أضاف الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الدورة الحالية من قمة المناخ بتأتي في توقيت حساس للغاية يتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه. أضاف الرئيس: لا شك أن هذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية. وقال أيضا إن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود
إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض تبني على ما سبق، لا سيما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس. النهاردة الصبح اللي تابع من حضراتكم أو الظهر تحديدا يعني كان في جلسة إجرائية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ اللي هنقول عليها مؤتمر شرم الشيخ أو كوب 27، عقدت النهاردة وتسلمت فيها مصر رئاسة القمة من إنجلترا، والسبق كلمة من رئيس مؤتمر المناخ كوب 26 شارما، واللي أعلن فيها على إجماع كل مندوبي الدول على انتخاب وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته 27. حضرة المندوبين، أدعوكم الآن إلى البند 2 ألف من جدول أعمال المؤتمر، وهو بعنوان انتخاب رئيس مؤتمر الأطراف في دورته 27. تذكرون بلا شك أنه بموجب القاعدة 22 الفقرة الأولى من الإجراءات، فإن مكتب رئاسة مؤتمر الأطراف يشغل بالتداور بين المجموعات الإقليمية الخمسة. سنواصل الدورة مع رئيس من مجموعة الدول الأفريقية، وبالتالي يسرني أن أقترح على المؤتمر أن ينتخب بالتزكية سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته 27. وعليه أعلن سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف بدورته 27. أهنئ السيد شكري على انتخابه، وأتمنى له وأعضاء فريقه التوفيق والنجاح في قيادة أعمال مؤتمرنا. أدعو سعادة السيد شكري لاعتلاء المنصة. أهلا بك سيدي رئيس المؤتمر. بعد تسلم مصر وترأس وزير الخارجية سيادة السفير سامح شكري لرئاسة هذه الجلسة، بعد ما يعني بإجماع الأصوات زي ما شفنا، وطلع على المنصة وألقى كلمة مصر، كلمة كانت مهمة جدا، بتعتبر أو قال فيها أن المؤتمر ده بيعتبر نقطة فارقة وعلامة مميزة، وهيكون نقلة حقيقية تجاه العمل الجماعي مع أكبر تحدي بيواجه البشرية. الوزير شكري دعا كل المشاركين في كوب 27 لوقفة للمصارحة حول حقيقتين. الأولى أن جهود تغيير المناخ على مدى عقود فاتت اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، والتانية أن الحالة الراهنة للحشد والتمويل لسه قدامها الكثير، والتزام الدولي بتوفير 100 مليار دولار للأسف لم تجد سبيلاً للتنفيذ. أضاف سيادة الوزير شكري أن البشرية قادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة لو توفرت الإرادة السياسية، وأن مصر بترسل من شرم الشيخ إشارة إيجابية على التزامنا بمواجهة التحديات المناخية. وأعلن وزير الخارجية عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة الجلسة الافتتاحية لقمة العمل المناخي غدا الاثنين بإذن الله. إن مصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة هنا في شرم الشيخ، لنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل. لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية، ولنجدد العهد ونرفع الطموح وننتقل بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف من خلال التعامل الفعال مع أكبر تحدي يواجهه البشرية في الوقت الحالي.
إن كافة الشواهد تؤكد لنا بغير شك ولا جدال إن تغير المناخ قد أصبح خطراً واقعاً يهدد حياة البشر في كل مكان وبكافة الأشكال، ويؤكد العلم بشكل قاطع إن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلاً للاستدامة، وإن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بأكثر مما يتحملها جيلنا. ورغم كافة الأمنيات الطيبة ورغم كافة الجهود المبذولة، تؤكد الدراسات العلمية مرة أخرى من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام وفي مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ، إننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق، سواء فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجهد. ولعل ما شاهده على مدار العام من أحداث مؤلمة في باكستان وفي قارتنا الأفريقية وفي أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا، لعل تلك الأحداث وما خلفته من دمار تمثل عبرة وعظة وصوت نذير يتردد في شتى أنحاء كوكبنا، يدعونا إلى اليقظة والحرص وإلى التحرك العاجل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وفاء بالتزاماتنا وتنفيذا لتعهداتنا. سيدات والسادة، لا يخفى على أحد منا أن مؤتمرنا هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت أثارها البالغة على دولنا جميعا، ترتب عليها أزمات في امتداد الطاقة والغذاء. وإذا ظن البعض أن هذه التحديات من شأنها تعطيل العمل الجماعي الدولي لمكافحة تغير المناخ، فإنه من المحتم علينا جميعا هنا في شرم الشيخ أن نثبت عكس ذلك. لذا فإنني أدعوكم جميعا لأن نؤكد للعالم أننا ندرك حجم التحدي وأننا نمتلك الإرادة السياسية للتصدي له. قبل انطلاق فعاليات الجلسة الإجرائية، نظم مجموعة من نشطاء مهتمين بالمناخ وقفة أمام قاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، طلبوا فيها العالم كله بضرورة التوقف عن قتل الحيوانات واستخدامها كغذاء. النشطاء رفعوا لافتات بتحمل صور الحيوانات ومكتوب عليها عبارات بأكثر من لغة زي لا تقتلني، أوقفوا قتل الحيوانات، النظام النباتي هو الحل، تحول لشخص نباتي، اصنع السلام، زراعة عضوية، نظام نباتي يحافظ على الكوكب. كمان من المفترض أن مؤتمر المناخ هيشهد خلال فعالياته على مدار الأيام الجاية مجموعة من التظاهرات للمطالبة بوقف استخدام البلاستيك والحد من الانبعاثات ووقف انبعاثات المصانع. يعني احنا حاولنا كده ندي ملخص، لكن متابعتنا مستمرة واحنا في اليوم التمهيدي. النهاردة الجلسات كلها إجرائية استعدادا لانطلاق المؤتمر في نسخته 27. بكرة إن شاء الله نخرج لفاصل ومن بعده نواصل هذه المتابعة ونقول لكم إيه اللي بيحصل بالضبط في شرم الشيخ. شهور ومدينة شرم الشيخ بتحاول إنها تتحول من مدينة عادية إلى مدينة خضراء، مدينة صديقة للبيئة. شهور ومدينة بتستعد لهذا الحدث الكبير علشان مش بس تكون مضيافة ومرحبة، ولكن كمان تكون نموذج بيقول احنا طبقنا وعملنا ونفذنا كل التعليمات لأننا نؤمن بهذه القضية. امبارح كنا بنكلم حضراتكم عن الخدمات المختلفة اللي بتقدم لكل اللي هيكونوا موجودين في الفترة دي، سواء اللي بيحضروا المؤتمر أو غيرهم اللي هيكون مثلا من السواح اللي موجودين في نفس الفترة. تكلمنا مثلا عن التاكسي الذكي، تكلمنا عن الأتوبيسات الصديقة للبيئة والصديقة أيضا لذوي القدرات الخاصة، تكلمنا عن أن الفنادق هتكون
بتستخدم الطاقة الشمسية بدل من طاقة الكهرباء. اتكلمنا عن التطبيقات الذكية، تحول كبير في المدينة حتى أنها أعلنت أنها مدينة خالية من الأكياس البلاستيكية. كل دي خطوات لتطبيق كل المعايير اللي بينادي بيها بقالهم كتير جدا كل المهتمين بملف المناخ والحفاظ على البيئة. تزامنا كمان مع حضور المؤتمر، ولأن الأعداد كبيرة والكل هيكون موجود في قاعات يعني المؤتمرات المختلفة، مركز المؤتمرات المختلفة، كان في اهتمام كمان بجانب لا يمكن إغفاله وهو الجانب الصحي. الحقيقة أن الاهتمام الكبير ده جاء من هيئة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستوى خدمة لضيوف مصر الكرام اللي هيكونوا موجودين في الوقت ده بيحضروا المؤتمر. عشان كده أنشأت هيئة الرعاية الصحية المستشفى الميداني بقاعة المؤتمرات اللي بيقدم خدماته لعشرين مريض في نفس الوقت تكون حالتهم متوسطة، وأربع مرضى بالرعاية المركزة. ده علشان السرعة، عامل السرعة. يعني بنتكلم عن مستشفى مجهز بالكامل، في غرف عمليات مجهزة لاستقبال المرضى والمصابين لا قدر الله في حالة ما إذا استدعى الأمر. ده غير كمان أنها مستشفى صديق للبيئة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الخدمة وهذا المستشفى الميداني عن طريق ضيفنا اللي بينضم لينا عبر الهاتف، دكتور أحمد عزب، ومدير عام الطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى أهلا بحضرتك دكتوروم. أهلا بيك. يعني مجهود وشغل كبير علشان نكون على مستوى الحدث شكلا وموضوعا. عايزين نتكلم مبدئيا عن المستشفى الميداني، أهميته، لأن احنا عارفين في مستشفيات في شرم الشيخ طبعا، لكن أهمية أن يكون في مستشفى ميداني قريب جدا ويقدم خدمات بهذا المستوى، الرعاية الصحية وللحالات المتوسطة والحرجة، يعني في نفس نطاق إقامة المؤتمر. طيب يا فندم، هو الحقيقة في ظل اهتمام الدولة في خدمة السادة الضيوف مصر الكرام، كانت توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية بأن احنا يبقى عندنا خدمة متقدمة ومتطورة للسادة الضيوف في حال احتياج أي حد منهم للخدمات الطبية، وكمان تبقى الخدمة سريعة جدا. احنا عندنا مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة على أعلى مستوى وفيها كافة الإمكانيات المطلوبة، بس المستشفى على بعد حوالي 10 دقائق من موقع قاعة المؤتمرات. علشان كده كان التوجيه بأن احنا يبقى عندنا مستشفى ميداني في نطاق المنطقة الخضراء لقاعة المؤتمرات، والمستشفى دي زي ما حضرتك تفضلت هي بتقدر تقدم الخدمات لجميع الحالات الطارئة عن طريق أسرة الطوارئ اللي موجودة فيها، ودي أربع أسرة ممكن تتعامل مع أي حالة قد تتعرض ليها اي حد من الساده الضيوف. في حال ان الحاله دي محتاجه انها تتحجز في المستشفى، فاحنا عندنا اسره الحجز في المستشفى تصل الى 20 سرير رعايه متوسطه، ومعانا اربع اسره رعايه مركزه كلها على كافه الاستعداد بكافه التجهيزات الطبيه المطلوبه للتعامل مع الحالات طبقا لحالتها. وزي ما سيادتك اشرتي، احنا عندنا غرفه العمليات المجهزه للتعامل مع اي عمليات طارئه لاي حاله من حالات الاصابات اللي قد تحدث في نطاق المؤتمرات. تمام. مجهود رائع الحقيقه، واستعداد يعني مشرف. عايزين نعرف يعني ايه بقى مستشفى خضراء، لان الجزء ده هو اللي بيهتم بيه كل اللي جايين يحضروا المؤتمر ده، سواء اللي هيكونوا جوه القاعات او زي ما بدأنا نشوف المتظاهرين المهتمين بالملف تحديدا، ملف المناخ، ونحن نتجه لكل ما هو أخضر في حياتنا. صحيح يا فندم، وعشان كده ده بقى إيمان وعقيدة هيئة الرعاية الصحية في إن احنا نحافظ، نبقى جزء من سياسة الدولة في الحفاظ على البيئة. يمكن مستشفى شرم الشيخ الدولي تم اعتمادها بالفعل كمستشفى خضراء طبقا للمعايير العالمية، وكان توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة بأن احنا المستشفى الميداني كمان تبقى مستشفى صديقة بالبيئة، وده معناه أنها بتعتمد بشكل كبير جدا في الطاقة اللي بتستخدمها الأجهزة الموجودة داخل المستشفى على الطاقة الشمسية. وبالفعل تم توفير كافة المستلزمات المطلوبة لاستخدام الطاقة الشمسية في المستشفى الميداني لتوفير الطاقة الكهربائية داخل المستشفى، بالإضافة لأنها تم عمل الآلية اللازمة لاستخدام الأمثل في التخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن التعامل مع الحالات المرضية والمصابين اللي موجودين داخل المستشفى.
احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، واضح ان كل شيء جاهز، انتم على استعداد تام، وجميل جدا ان احنا نسمع عن مستشفى صديقة للبيئة، وخصوصا ما ذكرته حضرتك في حكاية التخلص من النفايات الطبية، لان ده موضوع خطير جدا. بشكر حضرتك وشكر موصول لكل الزملاء وكل اللي هيكونوا يعني بيعملوا في هذا المستشفى الميداني طوال مدة انعقاد المؤتمر. بشكر دكتور أحمد عزب مدير عام الطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية. تزامنا مع يعني انتظار انطلاق المؤتمر الكبير كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ، نشرت أيضا حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي تغريدة ترحب فيها بضيوف مصر القادمين للمشاركة في هذا المؤتمر الكبير، وأتمنت كل التوفيق لكل المشاركين، وإن إن شاء الله نخرج بشيء مثمر يمكن تطبيقه على الأرض مفيد للبشرية. نروح لزميلنا محمد رياض الموجود في شرم الشيخ وهيقول لنا تفاصيل أكتر عن اللي بيحصل هناك، سواء الجلسة الإجرائية أو الاستعدادات واللمسات الأخيرة قبل انطلاق القمة رسميا غدا. محمد مساء الخير. مساء الخير عليك شيرين، كل التحية ليكي. يعني التظاهرات، تقول لنا أجواء التظاهرات كانت إيه وسرها، يعني استمرت قد إيه، ادينا تفاصيل يعني التظاهرات الخاصة ب المناخ واللي رفعت النهارده تحديدا يعني حقوق الحيوان والكلام عن تحول لان الواحد يكون نباتي في حياته. قول لنا ايه ابرز المطالبات وكانت ماشيه ازاي؟ نعم شيرين، مع بداية اليوم كان هناك بالفعل عدد من النشطاء البيئة الذين حملوا العديد من اللافتات الخاصة بالتظاهرات لمنع صيد الحيوانات أو قتل الحيوانات أو أكل اللحوم، وبالتالي طالبوا بأن يكون هناك نظام غذائي نباتي حتى يتم الحفاظ على الطبيعة ومنع أيضا وجود ملوثات أو بما يضر بالنشاط العادي للكوكب. أيضا هناك كان عدد في بداية الأمر كان عشرات النشطاء، ثم بدأ في التزايد أمام القاعة الرئيسية للتسجيل والتي بتديرها الأمم المتحدة وفق القانون الدولي. كان هناك زيادة في أعداد الناشطين الذين حملوا اللافتات كما ذكرت شيرين، بيطالبوا بمنع قتل الحيوانات أو حتى أكل اللحوم نفسها، ولذلك كان هؤلاء النشطاء يرفعون هذه اللافتات لينادوا بالسلام وينادوا بالحفاظ على الطبيعة والحفاظ على الكوكب. هذه الفعاليات يمكن استمرت فترة أكثر من ساعتين، وتزايدت هذه التظاهرات حتى كان هناك تظاهرة عن طريق العجل من خلال رفع اللافتات بالعجل والمشي تقريبا لأكثر من 2 كيلو داخل مدينة شرم الشيخ ورفع هذه اللافتات. الحقيقة شيرين ده كان بيتزامن مع عدد من الفعاليات داخل القاعات خاصة في المنطقة الضرقاء التي أقف بها الآن، حيث يوجد نحو 156 جناحا مختلفا لعرض مختلف الدول التجارب الخاصة بها والمحادثات والمفاوضات التي تتم داخل هذه القاعات. انتهت منذ قليل الجلسة الرئيسية والجلسة الإجرائية التي يتم فيها تسليم وتسلم مصر لرئاسة هذه القمة كوب 27. عدد كبير جدا من الدول المشاركة الآن داخل هذه الأجنحة بتتحدث عن الإجراءات والحلول وأيضا المشكلات التي طرأت على كل هذه الدول وطرق التكيف مع سبل العيش وأيضا سبل إيجاد الحلول التي تأتي وتطرأ على الدول. على العلم شيرين أن هناك عدد كبير من الدول الأفريقية بتدفع فاتورة التغيرات المناخية، وحيث أن قارة أفريقيا تنتج ما بين 2 ل 3% فقط
من الانبعاثات الضاره، في حين ان الدول الاوروبيه ودوله مثل امريكا بتنتج ما بين 12 ل 15% من هذه الانبعاثات. ده عدد كبير جدا من الدول الافريقيه وعلى راسها مصر بتطالب من خلال هذه الجلسات بزياده او التعهدات التي تم التوصل اليها في القمه الماضيه في جلاسكو وقبلها قمه باريس وقبلها قمه كوبنهاجن بتخصيص مخصصات 100 مليار دولار، وذلك من أجل تكيف الدول الإفريقية مع التغيرات المناخية، على الرغم أن الأمم المتحدة قالت أن هذا المبلغ هو أقل من القليل، حيث أن الدول الإفريقية تحتاج ما بين 300 مليار دولار من أجل التكيف مع هذه الآثار الضارة للتغيرات المناخية. عدد كبير من النشطاء والخبراء كانوا داخل القاعات بيتحدثوا عن الآليات والحلول لهذه المشكلة الأبرز عالميا. عندما أخذنا شيرين رأي عدد من هؤلاء الخبراء والمشاركين والعارضين تحدثوا عن أهمية هذه القمة التي تأتي في وقت مهم للغاية، في وقت يعاني منه اقتصادات العالم، وفي وقت عدد كبير جدا من الدول الأوروبية والإفريقية شهدت يعني مشكلات كبيرة من أعاصير وحرائق وتصحر في عدد كبير من البلدان نتيجة التغيرات المناخية، حتى أن البعض يعني قال لنا أن الفصول الأربعة لم يعد يعرفوا مواعيدها نظرا نتيجة التغيرات المناخية. عدد كبير كما ذكرت لك شيرين أخذنا أراءهم، وجدوا أن هذه القمة غاية في الأهمية، وأن على مصر دور كبير للغاية في جلوس هؤلاء القادة من أجل وضع عملية وضع الحلول إلى موضوع التنفيذ على الأرض الواقع من أجل وقف هذه الانتهاكات ووقف الانبعاثات الكربونية الخطيرة التي تضر بالكوكب. أيضا عبروا لنا عن امتنانهم من أن مصر تقوم بقيادة العالم، فرحين جدا بما رأوه في مدينة شرم الشيخ التي تحولت بالفعل لمدينة خضراء بالكامل من كل المجالات، سواء كانت من ناحية التشجير، من ناحية الفنادق التي تنتج الطاقة الشمسية، من ناحية عدد كبير جدا من المساحات الخضراء التي انتشرت في ربوع مدينة شرم الشيخ. كان هناك امتنان كبير جدا من التنظيم ومن أيضا الموضوعات الخاصة داخل مختلف الأجنحة، حيث أن عدد كبير من الموضوعات أو القضايا المهمة التي سوف تتناولها القمة تخص موضوعات وقضايا خاصة بإزالة الكربون والعمل على وقف هذه الانبعاثات. تفضلي شيرين. شكرا جزيلا محمد، يعني أجملت لينا كل اللي بيحصل داخل القاعات وخارجها. كل التوفيق ليك وللزملاء في تغطياتهم ونقل الأحداث لينا. زميلنا محمد رياض مراسل دي ام سي الموجود في شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. نخرج لفاصل ومن بعده متابعتنا ما زالت مستمرة، أرجو أن تبقوا معنا. لسه بنتكلم عن موضوع الساعة وهو موضوع قمة المناخ كوب 27. خلينا بقى نخرج من القاعات، نبعد شوية عن شرم الشيخ، شوية أكتر شوية أكتر. إحنا كنا أما بنبص من صور اللي كانت بتبعتها لنا ناسا والمهتم بالفضاء وبالكوكب وإن هو يعرف شوية عن حياتنا بعيد عن الشكل التقليدي، إحنا كنا معروف ان بنعيش على الكوكب الازرق، وكان شكل الصور اللي بتلتقط للارض من الفضاء كانت رائعه وجميله ومبهره، وانه من اجمل الكواكب اللي موجوده وكل الكلام اللطيف ده. لكن الحقيقه انه اللي بنسمعه، وزي ما قلت لحضراتكم من اول الحلقه دي، ان اللي بنسمعه طول الوقت ان كل ده مهدد ان هو يروح، ومش بعد سنين كتيره، احنا بنتكلم عن ولادنا والاحفاد، يعني الموضوع قريب جدا جدا ولامس جدا جدا لحياتنا. والقمه دي مش قمه علشان يجوا الرؤساء ويقعدوا يتصوروا مع بعض، ولا مجموعه من المتخصصين يتبادلوا اخر الاحصاءات العلميه، ولكن دي قمه تنفيذ. تنفيذ ليه؟ لان احنا خلاص عدينا لمرحله الخطر. دكتور نهى سمير، استاذ دكتور نهى سمير، عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، عرفتني معلومه انا شخصيا ما كنتش اعرفها، وهو ان القسم ده موجود من 40 سنه، موجود في مصر من 40 سنه، بيشتغلوا جيل بعد جيل في ابحاث ودراسات
منها اللي بيقدم توصيات ونصائح، ومنها اللي بيشتغل مع الوزارات المختلفة أو الجهات المختلفة من مصنع أو غيره لحل مشكلات بيئية. لكن كتير مننا ما يعرفش تفاصيل عن هذا الملف المهم جدا، القسم المهم جدا، وللأسف إن احنا يا دكتورة ما بقناش أو ما بداش يبقى عندنا اهتمام إن احنا نعرف أكتر إلا بعد ما بقينا مهددين وحياتنا مهددة بشكل كبير. ليه كان الكل شايف الملف ده ملف رفاهية؟ كان كل بينظر للبيئة أنها قضية رفاهية. كان كله عايز المأكل والملبس والمسكن فقط، هو ده المواطن، وحاجة لا تنضب وحاجة لا بالظبط. لكن احنا دلوقتي المواطن العادي متأثر جدا، الفلاح في أرضه متأثر بزيادة درجة الحرارة وتأثيراتها على المحاصيل المختلفة، الرجل في الصناعة متأثر، المرأة متأثرة، من أكثر الفئات المتأثرة بالظاهرة لما الفلاح بيهاجر من أرضه ويسيبها هو اللي بتبقى مسؤول عن كل حاجة. أيوة، قرب لنا بقى الصورة حضرتك وري لنا إزاي حياتنا اليومية في بيوتنا بالظبط هتتأثر بكل اللي بيحصل ده. أي ارتفاع في درجات الحرارة بيأثر على قطاعات مختلفة، بيأثر على صحة الإنسان وعلى حالته الصحية وحالته النفسية، بيأثر على الكائنات الحية، على ناقلات الأمراض، على انتشار الأمراض المختلفة والفيروسات، بيأثر على قطاع الزراعة زي ما أنا قلت في محاصيل مختلفة ممكن تتأثر كده صحتنا وأكلنا، على الثروة السمكية الموجودة، على كل حاجة، على الحيوانات وطريقة عيشها والرعي والحيوانات اللي في الرعي، بتأثر على أماكن كتير جدا وعلى استهلاك المياه الموجودة. احنا دلوقتي زي ما قلت كنا كوكب أزرق، دلوقتي احنا مصر بتعاني من شح المائي. احنا وصلنا 550، ده كده فقر مائي، لو وصلنا 500 لتر للفرد في العام كده يبقى احنا شح مائي، وبالتالي بتأثر على نتيجة البخر بالموارد المائية والبخر ببحيرة مصر، وبالتالي بتأثر على الماء وحياة الإنسان، هتأثر عليه، بتأثر على كل حاجة. فاحنا اما الانسان ابتدى يتاثر زي ما قلتي للاسف الشديد، احنا بنبتدي نقتنع بالحاجه لما نحس بالتاثر بيها، وبالتالي ابتدى المواطن يحس ان في مشكله عنده عايز يحلها، لازم يعرف ايه يحلها ازاي نتيجه ممارساته كمان المختلفه داخل المنزل واستهلاكاته للموارد الطبيعيه اللي موجوده. سمعنا من وزير الخارجيه سامح شكري وهو بينادي ان دي قمه تنفيذ مش قمه مشاورات بالزبط. وان احنا كده دخلنا في حيز الخطر. ممكن البعض اللي هو بيتابع الاخبار انه يشوف ان دي قمه، دي الكبار هم اللي قاعدين بيتكلموا وبيقرروا، وبرده الاحصاءات بتقول ان قاره زي افريقيا انبعاثاتها او يعني بتصدر للكوكب مشكلات بنسبه ضئيله جدا، بينما دول اخرى صناعيه متقدمه، دول كبيره زي امريكا وغيرها واوروبا مشاركتهم اعلى بكتير، ولكن ما فيش التزام. ممكن حضرتك تشرح لنا هيفرق قوي كل واحد في بيته النهارده ان هو يغير من سلوكه، هيفرق في الاخر ولا الموضوع شكله يعني يأس بصراحه؟ هو انا بصراحه متفائله جدا من قمه المناخ COP27 بتعمل في مصر. مصر عندها إرادة سياسية كاملة ومصرة على أن يدخل من تعهدات إلى تنفيذ. مؤتمر ده مؤتمر التنفيذ فعلا. مصر كانت سباقة في مبادرة التحضر الأخضر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على البيئة. كل البنود الستة للمبادرة بتؤدي إلى القضاء على ظاهرة التغير المناخي لو احنا التزمنا بيها وفهمناها كويس. أبرزها إيه لما تقولي؟ أول حاجة ترشيد استهلاك المياه، تشتي استهلاك الطاقة، استخدام طاقة جديدة، التدوير المخلفات بجميع أنواعها، تمكين الشباب وتمكين المرأة، في حاجات تانية كتير عن الزراعة السطحية وزراعة الزراعة الهيدروبونيك والأكوابونيك، كلها بتؤدي إلى التقليل من الانبعاثات اللي موجودة وقضاء على ظاهرة الاحتباس الحراري. وبالتالي مصر سباقة، مصر عندها ملف قوي جدا هتقدمه في الكوب إن شاء الله. مصر عندها إرادة سياسية كاملة للتنفيذ ولحس كل الدول المشاركة على التنفيذ داخل المؤتمر. تاني حاجة ان احنا عندنا السنة دي اكبر سنة كان فيها تأثيرات مختلفة سالبة، سواء كانت على قارة اوروبا، سواء كانت على قارة امريكا الجنوبية، في الباكستان ابتدوا يحسوا بقى يعني بالظبط. فهم انا اعتقد ان هم دلوقتي عندهم مرونة كافية عايزين يحلوا المشكلة بقت تأثر عليهم. المشكلة جت اصلا من الثورة الصناعية في الدول المتقدمة صحيح. وهي اثرت زي ما بتقولي الدول افريقيا ومصر مساهمتها اقل جدا، يعني ما تجيش 2% الانبعاثات. عشان كده احنا كل مشاكلنا في اللي احنا متاثرين اكتر ما احنا مؤثرين، وبالتالي احنا بنطالب الدول المتقدمه انها تدي تعويضات للخسائر. ومصر محضره ملف قوي جدا عن الخسائر بالارقام وبالابحاث العلميه اللي بتؤثر على دول افريقيا وعلى مصر.
طب من مصر نروح لجامعة عين شمس. نطاق أقل. جامعة عين شمس حصلت على المركز الأول في المشروعات الخضراء عن مبادرة سفراء المناخ، من خلالها أنتوا دربتوا حوالي 3000 متطوع من مصر وفي 100 من دول إفريقيا المختلفة. حضرتك اشرح لنا اكتر ايه الموضوع المبادره. هو عندنا مبادره، عندنا اكتر من مبادره داخل جامعه عين شمس. احنا حصلنا على المركز الاول في مشروع خاص بالتحول الاخضر، زي ما انا قلت بيدعم مبادره فخامه الرئيس في التحضر الاخضر. مشروع متكامل نماذج تطبيقيه توضح زي ما بتقولي المواطن ممكن يعمل ايه. هو مش عارف، هو ممكن يقرا المبادره بس مش عارف ممكن يعمل ايه. بالعكس احنا جبناه دربناه، سواء كانت طالب سواء كانت خريج حديث شاب حديث التخرج، سكات مرأة معيلة في المنزل، على إيه؟ أطفال، على إيه هي زي ما الست نقاط حولناهم إلى نماذج تطبيقية. تمام. يعني نموذج الطاقة الشمسية. وكل الوحدة شغالة بالطاقة الشمسية نهارا وبالليل شغالة بالطاقة الرياح. دوارة الرياح موجودة معمولة من المخلفات أصلا. أول ما بيدخل عنده كان بوكس بيجمع المخلفات بتحوله شحن على الموبايل، يدخل فيها بلاستيك وكانز. داخل نعمل فرز للمخلفات بأنواعها، كل مخلف يحصل تدوير له، ما عندناش مشكله، المخلفات ما بقتش مشكله، بقت ثروه بتجيب عائد، وبتجيب عائد خلال مثلا فتره صغيره جدا، سواء كان تدوير ورق الجامعه كله يطلع فيه شنط ورقيه يقدر يستخدمها بدل البلاستيك عشان يبقى حرم خالي من البلاستيك، عشان البلاستيك اكبر مشكله في الانبعاثات الكربونيه الناتجه منه عند الحرق. عندنا مكنه بتحول البلاستيك الى فايبر، عندنا مكنه ثانيه خاصه بالبايو جاز وانتاج البايو جاز من المخلفات العضويه. عندنا بنعمل فيرمو كومبوست اللي هو انتاج سماد عالي الجوده من المخلفات العضويه للمخلفات الزراعيه، وحده كبس بتاعه الكاز اللي حولها الى نحاس. هو بيجي المواطن يشوف ويتدرب عندنا. احنا ابتدينا كمان من الطفل الصغير في المدرسه، هو ترسيخ بالظبط، هو ترسيخ المعلومه داخل طفل بنماذج تطبيقيه. لكن مهما قعدتي وشرحتي له في الفصل ايه هي الحفاظ على البيئه، لا هو عايز يعمل كده بايده، ينفذها بايده. عمل يعني احنا له بوكس في الاول، اول ما جه فيها كل انواع، مثلا فيها بيبسي، فيها كل انواع المنتجات، انه ده تطلع بيه بمنتج في الاخر، يعني مش مخلف، انت ممكن تعيد استخدامه تاني وتطلع بيه منتج. خلاص هو عارف كده. عندنا له مثلا زرعه هو بيزرعها بايده مقاومه للكربون، عندنا وحده زراعه اسطح موجوده بتوفر 80% من الميه وممكن يستخدمها داخل المنزل، بتجيب عائد خلال 3 شهور، هي ثمنها 5000 6000 جنيه. لو زرعت فيها نباتات عطريه، زعتر، زرعت فيه ممكن نباتات برده تؤكل وموجوده في البلكونات او في السطح، هتجيب عائد وانت موجوده في منزلك ممكن تشتغلي فيها. ففي حاجات كتير احنا افكار كتير صحيح. احنا كاكاديميا كجهه اكاديميه لازم احنا نساعد الدوله على التطبيقات دي. اسمح لنا نخرج فاصل قصير، نرجع بعده ونكمل كلامنا ونعرف ايه اللي في ايدينا اللي ممكن نعمله نخلي حياتنا احسن. وزي ما الاستاذه الدكتوره قالت انه مش بس احنا ممكن يعني نساهم بان يكون حوالينا زرع اكتر، ندور المخلفات اكتر، ولكن ممكن كمان نكسب منها. ولو هنزرع حاجات نقدر نستهلكها وناكلها، ادينا كمان وفرنا في ميزانيه بشكل اساسي. نخرج لفاصل ومن بعده الكلام مستمر مع استاذه الدكتوره نهى سمير عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس. خليكم معنا. البني ادم ما بيلتزمش غير حاجه من الاثنين، لما تخوفه قوي او لما يبقى فيه قانون بيغرمه. هي دي الحاجتين اللي التجربة أثبتت في كل أماكن العالم، حتى من وقت الكورونا، إن كل البشر في كل حتة في الدنيا زي بعض، ما بيخافوش غير من الكاميرا اللي بتصورهم علشان بعد كده هيدفع غرامة، أو لما تقول له أرقام فيبتدي يخاف ويفكر، يخاف على صحته ويخاف على أولاده. إحنا وصلنا فعلا لنقطة الخطر. ولسه يعني تحت الهواء كنت بكلم مع أستاذة الدكتورة نهى سمير عن إحنا وصلنا فين في سلم الخطر. وحضرتك كنت بتكلميني عن إن إحنا مفروض كنا عايزين في 2030 إن إحنا نكون نزلنا الانبعاثات والمخاطر لواحد وشوية، واحد ونص درجة الحرارة. إحنا دلوقتي اتنين، وصلنا اتنين درجة، فاضل 8 سنين. خلوا بال حضراتكم. اللي هيترتب على ده برضو اكيد حضراتكم شفتوا التقارير ان في اماكن هتختفي، زي مثلا لسه كنا بنتكلم ان مدينه الاسكندريه من المدن المهدده انها ده في السيناريو الاسوأ، لو السيناريو الاسوأ مش موجوده خالص. وحاجات كتير من المدن الساحليه والحاجات الجديده اللي احنا بنبنيها، وكنا بنتكلم عن ان الدول الكبيره اللي هي المساهم الاكبر في التلوث
المصيبة وصلت باب بيتهم، ما بقاش لسه بعيد عنهم، فهم مضطرين ينفذوا. إذا اتكلمنا على المخاطر احنا بنتكلم على الحلول. سفراء المناخ يوم 17 نوفمبر هيطرحوا حلول وهيطرحوا مبادرات وهيتكلموا عن شغلهم وعن الحلول. ممكن حضرتك تدينا فكرة انتوا هتعملوا ايه في الجلسة دي؟ الجلسة دي ان شاء الله يوم 17 في يوم الحلول، يوم الحلول داي هناك. هم عاملين طبعا في المؤتمر اكتر في اليوم، يوم خاص بالتمويل المستدام والتمويل الاخضر، يوم خاص بالتكيف بالتخفيف، بالمراه ودورها، بالمجتمعات المدنيه، في يوم عاملينه خاص بالحلول. احنا طبعا سفراء المناخ هم مبادره موجوده، كانت موجوده في بريطانيا السنه اللي فاتت في COP26، وكانوا حوالي 10,000 متطوع دخلوا وابتدوا هم يعرضوا افكارهم. واحنا نفس الحكايه عملنا عندنا في الكليه كاول مبادره في جمهوريه مصر العربيه، حوالي 3,000 مصري و1,000 افريقي. هي كانت اونلاين ودخل معانا 1,000 افريقي من 50 دوله افريقيه، لان مصر تمثل الصوت الافريقي. كلهم قدموا مشاريع وافكار كويسه جدا، لان هم كلهم شغالين في وزارات او في مؤسسات حكوميه او في مجتمعات مدنيه، حاصلين على ماجستير او دكتوراه في مجال التغير المناخي، ملهمين ومتطوعين علشان ازاي هم ينشروا الوعي بالتغير المناخي ويفكروا معانا في حلول. ففعلا في اليوم ده ان شاء الله يوم الحلول هيعرضوا مشاريعهم اللي عملوها معانا باذن الله. خدنا نماذج من احسن المشاريع اللي موجوده. الافريقيين هيدخلوا معانا اونلاين داخل السيشن، هيعرضوا برده مشاكل افريقيا وايه الحاجات اللي هم منتظرينها من الدول المتقدمه داخل الجلسه، وان شاء الله تبقى هم دولت الملهمين الفتره القادمه. يعني احنا كان عندنا هدف نعمل 5,000 متطوع، كل واحد لازم يدرب 200 واحد 200 فرد، يعني بنوصل لمليون داخل المجتمع المصري كلهم، داخل اسرهم وداخل الحي بتاعهم وداخل اماكن اقامتهم، هيبقى هم السفراء بتوعنا داخل. هل فكرتوا في زخم بقى ان كله بيتابع دلوقتي شرم الشيخ واللي بيحصل في شرم الشيخ وكلام كتير عن بيئه، انكم يعني تطرقوا على الحديد وهو ساخن وتروحوا المدارس مثلا؟ يبقى في يعني لسه حضرتك كنت بتكلمينا قبل الفاصل عن الاطفال بيحبوا يشتغلوا ويعملوا حاجات بايديهم، هل ممكن نبتدي نخلي الولاد هم بقى السفراء والنوال، البذره اللي بنزرعها في كل بيت ان هو ينبه والدته بلاش البلاستيك، خدي كيس قماش وانت رايحه تشتري حاجه البيت، بلاش نرمي ده، بلاش نجيب ده، في بديل لده، يعني وهكذا. هو فعلا عملنا في الكليه سفراء مناخ اطفال، تمام، سفير الصغير، سفير الصغير جه حوالي 300 طفل، 100 كان جامعه الطفل تبع اكاديميه البحث العلمي و200 من مدارس حكوميه ومدارس خاصه جم. كان اسعد يوم في حياتنا احنا معاهم كخبراء في مجال التغير المناخي والبيئه. ابتدى الطفل يسال اسئله، هو فاهم، هو عايز يشتغل وعايز يعمل حاجه وعنده افكار جميله جدا، وكان معاهم اولياء امورهم حضروا، وكانت فعلا في اخر يوم كانوا قالوا احنا سفراءهم داخل المدارس بتاعتنا، داخل فصولهم، سواء كانت تدوير المخالفات داخل المدرسه، هيزرعوا اسطح المدارس، هيعملوا مبادرات داخل 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 مدارسهم. ودي اول لبنه احنا عملناها وهنعمل ان شاء الله شراكه مع وزاره التربيه والتعليم، ان يوم النشاط ان شاء الله هو معالي الوزير قال ان في يوم خاص بالنشاط هنكرس جزء منه النشاط البيئي ونشاط التغير المناخي والبيئي داخل المدارس. جميل. الام او السيده المراه في بيتها هي برضو يعني عضو مؤثر جدا في الاسره، هل في برامج مخصصة لمخاطبة المرأة تحديدا؟ ممكن زي ما حضرتك قلتي زراعة في البلكونات في الأسطح، منها دخل ومنها مساهمة في المشكلة البيئية برضو. حضرتك تكلمين النشاط طبعا أكتر. المرأة هي أكتر فئة متأثرة ومؤثرة. ليه هي مؤثرة؟ أولا لأنها هي اللي تشتري المنتجات، فلازم اختيار المنتجات اللي هي يمكن إعادة تدويرها، الاستهلاك المستدام، يعني ما ينفعش إنها تروح سوبر ماركت تشتري حاجات هي مش عايزاها، يبقى في مخلفات كتيرة موجودة، هي اللي بتشوف المخلفات هتعمل فيها إيه. استهلاك المية داخل المنزل هي مسؤولة عنها، استهلاك الكهرباء داخل المنزل، تشغيل الكاتل مثلا بكوباية مية واحدة مش أكتر من كده، يعني هي مسؤولة عن كل حاجة داخل المنزل، يعني هي بتدير المنزل، وبالتالي هي مسؤولة عن كل استهلاكات بتاعت الموارد الطبيعية داخل المنزل. وهي قدوه لاولاد داخل المنزل كمان، فدي مهمه جدا ان هي بتؤثر في تغير مناخي. وعملنا كذا ورك شوب خاص بالمراه ان شاء الله بعد كوب في واحد تاني كمان، خاصين معانا شراكه مع شبكه المراه العربيه، مع كاكثر من مجتمع مدني خاصين بالمراه، جمعيات خاصه بالمراه، فاحنا بنعمل وعي مجتمعي للمراه. وعندنا حاجه اسمها نساء المناخ دي برضه مبادره عندنا خاصه بالنساء. طبعا هي بتتاثر ليه؟ لان هي الفئه زي ما انا قلت، الفلاح لو ساب ارضه وهاجر هي المسؤوله عن الارض. هي اكثر فئه متاثره، لان مثلا لو في اي فيضانات او اي حاجه، المراه في الدول زي باكستان وكده من اكثر الوفيات كانت مراه. ليه؟ ايش متعلمه ازاي تتفاعل مع كبدنيا وداخل الفيضان او داخل السيول، او فهي فعلا اكثر فئه متاثره بالظاهره لما تحدث.
فعشان كده احنا بنهتم جدا بالمراه داخل المبادره. يعني شفنا شرم الشيخ وهي بتتحول لمدينه صديقه للبيئه، مدينه خضراء. هل تطبيق النموذج ده وتعميمه في بقيه الجمهوريه صعب ولا سهل؟ وهل التحول للاخضر هو شيء مكلف على المدى القصير وهيبقى ليه مردود على المدى الطويل في حياتنا وفي عيشتنا واقتصاديا كمان؟ يعني حضرتك اشرح لنا اكتر، لان كل حاجه بتتحسب دلوقتي فلوس. بالظبط بالظبط، احنا عندنا مركز خاص بالاستشارات البيئيه بنساعد اي مؤسسه عشان تتحول للاخضر، يبقى مبنى اخضر مستدام او مؤسسه خضراء مستدامه. بالعكس هو هيرجع له، لان احنا بنستخدم طاقه جديده هتوفر في استهلاك الكهرباء اللي موجود. لما نعيد تدوير المخلفات هيجي له عائد، بالعكس بدل ما يدفع فلوس لازاله المخلفات ده بالعكس هيجي له عائد من هذه المخلفات. فهو مش زي الناس فاكره ان هي مكلفه، بالعكس تماما. انت بتعملي ترشيد الموارد اللي بتستخدميها وترشيد الفلوس اللي بتصرفيها داخل المؤسسه، هتبقى له بصمه كربونيه بتاعته هتقل. ممكن بقى يعني بنادي الدوله انها تعمل محفزات للمصانع اللي هي متوافقه بيئيا او اللي هي مصانع الخضراء، ان هي تقلل الضريبه بتاعته على الكهرباء، تقلل سعر الميه، تقلل سعر زي مكافئات، زي يعني مكافئات له، محفزات او مكافئات له، وبالظبط زي غرامات على اللي هو زي ما كنت بتقولي كده ضريبه كربونيه موجوده في دول العالم كله. واحنا كنا قدمنا للمجلس النواب ان هو يبتدي ان هو يعرض فكره القانون خاص بالضريبه الكربونيه وازاي هو يقدر، ده موجود في العالم كله، وسوق الكربون وبورصه الكربون. فلازم احنا اللي هو متعدي وله نسبه عاليه من الانبعاثات الكربونيه لازم يكون عليه برضه غرامه يقدر ان هو او ضريبه يقدر ان هو يدفعها، يعني تبقى توازي المشكله اللي عملها للدوله. هو مش مسؤول عن نفسه فقط، ده اللي هو الانبعاثات الكربونيه دي بتساهم في الانبعاثات الكربونيه للدوله كلها، وبالتالي دي برضه مبادره من عندنا كنا نطلبها من الدوله يعني. تمام. متفائلة بالنتائج اللي ممكن تخرج عن المؤتمر لحيز التنفيذ، مش مجرد أفكار تطرح يعني؟ متفائلة جدا، لأن هو رغم التحديات اللي موجودة، الحالة الاقتصادية، المشكلة بين روسيا وأوكرانيا، الحروب، لكن ده بيؤدي إلى الضغط على الدول الأوروبية أنها ما عندهاش مصدر للطاقة، بالعكس لازم تفكر في الاكتفاء الذاتي، فلازم تلجأ إلى المصادر غير تقليدية زي الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الشمس، طاقة الرياح، وبالتالي أعتقد إن هم هيبقوا أكثر مرونة السنه دي في كوب 27. هيبتدي يكون في تعاون بين الدول الناميه، بالاضافه ان مصر زي ما انا قلت هي مصره جدا وفي اراده سياسيه كامله للوصول الى النتائج التنفيذيه، مش مجرد كلام، بالعكس احنا هنوصل لحاجات تنفيذيه من المؤتمر باذن الله ان شاء الله. بقالنا كتير بنخرب في الكوكب، نلحق يعني في وقت ولا زي ما بيقولوا هو خطا لا يمكن تداركه يعني او بنسبه؟ هل كل الحلول والأفكار من خلال المشروعات اللي حضرتك بتشرفي عليها أو الرسائل، هل في فرصة فعلاً إن احنا نقدر في الثمان سنين دي ننزل من 2 ده لواحد ونص أو أقل؟ إن شاء الله في فرصة، خصوصاً إن احنا عندنا مشروعات ذكية خضراء موجودة، لو خدت تمويل هتبقى كويسة جداً، سواء كانت في عربيات الكهرباء وكيفية إن أنت بتحول عربية عادية إلى استخدام عربية الكهرباء في تشغيلها، في عندنا مشاريع خاصه بالهيدروجين الاخضر، في مشاريع كتير عندنا، فممكن احنا باستخدام البحث العلمي والدراسات ممكن نوصل لحلول ان شاء الله للقضاء على الاحتباس الحراري او تقليل هذه الانبعاثات الكربونيه. متخيله حضرتك دكتوره ايه اللي هيكون اصعب ملف قدام المشاركين في القمه؟ التمويل طبعا. فلوس برضه طبعا. هو التمويل. هو كيفيه قدره الدول النامية على اقناع الدول المتقدمة بالتمويل، بتقديم التمويل، لان هو كانوا تعهدوا قبل كده بال 100 مليار دولار انهم يقدموها، لكن للاسف مع الظروف الاقتصادية. فانا اعتقد ان شاء الله ان يكون في فرصة لما يلاقوا المشاريع دي جادة، ومصر عاملة 18 مشروع جاد، في مشروعات ذكية خضراء، في المؤسسات كلها مقدمة مشاريع، الوزارات مقدمة مشاريع، وبالتالي اعتقد ان هم هيبقى في فرصة كاملة جدا لتمويل هذه المشاريع. يعني حضرتك متفائله برغم كل التضييقات وموضوع النقود. طيب الوزير سامح شكري اتكلم النهارده عن موضوع الاستقطاب، قال دايما كان في استقطاب، ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر ايه المقصود؟ هو قصده ان كمان انا سمعت كلمته النهارده بتاعته جميله، ان هو بيقول ما فيش حد هيطلع خسران او ما فيش خساره لحد، ما فيش استقطاب لجانب عن جانب، يعني ما ينفعش تبقى كلنا في نفس المركب زي ما بيقول بالظبط، خصوصا في الفتره دي، ان هو ما ينفعش ان انا هاجي على الدول المتقدمه ولا هاجي على الدول الناميه، بالعكس في تعاون، كلنا خسرانين كلنا كسبانين. وفي طبعا خصوصا لما في خسائر وصلت لاوروبا، جفاف الانهار، الحرائق اللي موجوده، السيول، امريكا كمان، ففي خسائر موجوده في كل دول العالم حاليا، كله بيعاني. صحيح. مش حد ما بيعانيش وحد بيعاني، كله بيعاني، وبالتالي اعتقد ان هيبقى في عداله في النتائج وفي الحلول ان شاء الله.
نتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يبقى مؤتمر ناجح، مؤتمر يخرج بحلول تنفذ على الارض. كل التوفيق لكل القائمين على هذا المؤتمر. متابعتنا هتكون مستمره مع حضراتكم في دي ام سي على مدار اليوم من خلال برامجنا المختلفه، وبكره ان شاء الله انطلاق الرسمي لكوب 27. بشكر الاستاذه دكتوره نهى سمير عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، كانت ضيفتنا في حلقه اليوم. بكره يوم جديد ومتابعات جديده في السفير عزيزه. الى اللقاء.